بسم الله الرحمن الرحيم. أعود إليك الأخ العزيز عامر. يا مرحبا وسهلا. الله يحييك إن شاء الله. كيف يمكن أن تحافظ على هذا الموروث؟ كيف؟ طبعا هو ما السؤال نوعا ما صعب، ولكن الإجابة ببساطة كيف نطيع؟ طبعا بالدعم المادي. الدعم المادي، الدعم المعنوي بعد، تسهيل الاجراءات في فتح متاحف ومعارض. طبعا هنا نسبه عباره عن، يعني انا اتكلم عن نسبه فقط. نعم. ولكن عمانيا بصوره عامه متحف مفتوح. جميل. دليل السواح اللي يجوا معنا. على سبيل المثال العقر عندما اختم فيها وحولت ل ما نقول منتجع ولكن لنزل. لاحظنا الزحمه في العيال الوطنيه، لاحظنا حتى العمانيين بعض اللي عايشين خارج البيوت القديمه او ما عاشوا زمان. يتمنوا يحاكوا كيف كانوا عاش اجدادنا. نعم. فلذلك انا اسال مثلا احد اصحاب نزل قال غرفه ما عندي لشهرين، فتش غرفه ما عندي. سبحان الله. ليش؟ حجوزات خارجيه. نعم. نزوه عباره عن متحف مفتوح، تريد اهتمام اكثر. نعم. تريد اهتمام اكثر. فلو حصل الشباب نزوه الاهتمام، طبعا الحين على سبيل المثال تتكلم عن متحف او معرض. نعم. لو مثلا في خصصت قطعه ارض. نعم. جميل. على سبيل المثال بوابه نزوه مثال مغلقه. نعم. مغلقه. اي صراحه. لو مثلا قالوا اوكي انتم مجموعه من الشباب ندعمكم، طبعا هي كمكرمة السامي المغفور له صاحب القلاله، حس ما سمعت هي البوابه تكون لشباب نزوه. جميل. لو سمحنا بان نعمل في متحف. وفقط احنا فقط 10 اشخاص من 20 شخص او من 30 شخص. جميل. الشخص قبل لا يدخل نزوه بيدخل البوابه. اي نعم فعلا. بيشوف كل تاريخ البلد. بيشوف وجهه نظره من ثم يطبق عمله. اي نعم جميل. نزوه فيها تاريخ قوي. اها. حاراتها، افلاقها، ابراقها، قلاعها، يعني تاريخ مفتوح. بس تريد. زي ما ممكن يعني كما تقول الجهات مثلا تطلبوا منها يبنوا لكم مبنى مجمع نزوة تراثي، بحيث انك انت بهذا متحف جزء وانت تشرف عليه تفتحه وتغلقه، بحيث الداخل ايضا برسوم ويكون دخل لكم. ما قلت هذه الفكره مثلا؟ هذا حلم نتمنى يتحقق. اها. حلم نتمنى يتحقق ان شاء الله. بوجود مولانا حضرة صاحب قال السلطان هيثم الله يطول في عمره، ان شاء الله نتمنى، ان شاء الله نتمنى، ان شاء الله لكم التوفيق في القريب. وهذه الكنوز ان شاء الله فعلا فعلا الشباب يعني بذلوا كثير كثير يعني. ولكن بعض الموظفين الان ما تبنوا مثل هذه الافكار. والله ناس حتى بيوت ما بنوا وبنوا متاحف خاصه بيوتهم. نعم. ما بنى بيت ولكن استاجر على اساس يحفظ هذا الشيء. ما شاء الله. انا واحد مثل ما قلت لك، انا واحد مجموعه اشخاص يعني. نعم. زين، انا اردت لو اسالك مثلا عن هذه الاسلحه، مثل هذا السلاح كم يكلفك؟ في حدود 700 ريال. يعني هذا انت راتبك يروح حال هذه الاشياء يعني، او راتب التقاعد مثل هذا؟ هاي في حدود 350 قليل. وبقيه الاشياء في النهايه شوف تحافظ التراث تبذل. شوف تريد تحافظ التراث بلدك تبذل. الشيء تهوي انت الحين مثلا. نعم. اهم شيء معي مثلا. نعم. بعض الناس هو طوابع وانا من ضمنهم. نعم. طابع قيمته 50 بيزه. نعم. مكتوب عليه 50 بيزه. نعم. تشتري ب 200 ريال. اشوف لان انا قديم ونادر ما موجود. صحيح. اي نعم. سلاح كان زمان يباع ب 270 ريال. الحين ما موجود، وانت تريد تكمل مجموعتك تشتري ب 1000 ريال. نعم. ما شاء الله. نعم. قطعه فضيه خرجت خارج البلد. وطبعا تريد تجيبها. نعم. تبذلها الغالي والنفيس. اها. ففي اشياء كثير تبذلها لازم. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، وفقك الله.